فؤاد، واش المسيح سمالك دمرتيني، شتتيني، الله ياخذ فيك الحق. يسوع كيف ما بغى، كل واحد يدير اللي بغى، وكل واحد يسوع انه انا غير رطب، يعني راجل ولكن رطب. السلام عليكم، معكم صاحب الاصوات النسائيه المسلسلات التركيه المدبلجه، واللي الناس كاملين عارفينه بالرطب، ولد النجمه. خاصك تسولني واش كيفاش اكتشفتي راسك رطب؟ اشرح لنا هذا المعنى ديال الرطب. الرطب هو واحد الانسان ما زيدش عليه المشاكل، كيبغي كالم، يدير اللي بغى، ويعيش حياته كيف ما بغى، يعني هو الاكثر اللي خلى الناس انا باش نسمي الناس انه انا رطب، هي الحركات ديالي، وكنبدل صوتي، فهمتي، صافي، انا بنت لي هذا الرطب. يعني هاد الناس اللي كيتمتعوا بهذا الرطوبه هادي، لما كيميلوا اش من جنس؟ الجنس ديال واحد الانسان بوحده، ماشي ما كنقصدوش بالمثليه الجنسيه، ولا انا بعيد كل البعد على داكشي، يعني واحد الشخص أليس مطلوب. يعني شنو الرسالة اللي تبغي توصل للأصدقاء ديالك؟ نوصل لهم أنه كل واحد يعيش حياته كيف ما بغى، كل واحد يدير اللي بغى، وكل واحد يعيش في هواه. واش تبغي تقول دوك الناس اللي كيدخلوا فيكم نتوما، كينعتوكم بالمثلية؟ شنو كتقصد كيدخلوكم نتوما؟ اللي كينعتو فيكم نتوما بحال هذا الرطب؟ لا، حيت أنا اللي كينعتو بالمثلية راه بيناتهم بيضاء، أما أنا كنقول أنه أنا غير رطب، يعني راجل ولكن رطب. زيدوا الكلمة الأخرى غنقول واخا بغيت ندير شي تقليد صوت نسائي، واخا نقول سميه، شي سميه مثلا، نقول سميتك ولا عادي. فؤاد، واش المسيح سمالك دمرتيني، شتتيني، الله ياخذ فيك الحق.